هشام عبور صحافي حر، هشام عبور صحافي حر، هشام عبور صحافي حر. كاين واحد الجمعية تاع بنوك وصرف ومناش عارفين تاع مشهد الجمعية منين داك تخرجنا بخرجة. L'association professionnelle des banques et des établissements financiers. Elle est une mara semaine biha ya lma العلاقات الجزائريه الاسبانيه توترت بسبب ان العصابه غضبت من اسبانيا وقالوا كيفاش اسبانيا تمشي في مقترح الحكم الذاتي. رحب دمو سي بي على القناة السادسة على كل حال، ولكن بدا نظن بدا. المهم ما نطولوش في البايت تاع اليوم، ما نطولوش بزاف. قلنا دونك هذه الجمعية هذه هي اللي كانت تخرجت من بيانات يقولوا باللي ما لازمش تتعاملوا مع البنك الفلاني، ما تتعاملوش مع الدولة الفلانية. الخطرة هذه طلت علينا هذه الجمعية، وهاو بيان ديالها. شيء غريب جدا، يقول له مسيو لو ديريكتور جينيرال ان ترونسبور لوبجي سي ترونسبوردمون ترانزيت بار دي بور ماروكان. Nous avons l'honneur de vous informer que dans le cadre des opérations du commerce extérieur, il a été décidé de refuser toute opération de domiciliation pour les contrats de transport qui prévoient le transbordement par les ports marocains. Aussi et avant toute domiciliation, il y a lieu d'inviter vos services concernés à l'effet de s'assurer auprès des opérateurs économiques que le transbordement transit n'intervient pas par les ports marocains. واش معنى هذا؟ نو كاين كاين سلع مثلا لما تجيبها من البرازيل بواخر هذيك ما توصلش حتى الجزائر. زعما تسمى في اسبانيا أو في المغرب. المغرب عندهم أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط، هو ميناء طنجة. طنجة مال هي لو كان جاو هذا الحكام يعني شوية يخموا برك، عندهم زوج غرامات فهامة ولا غرام ذاك، يروح دير ميناء في الجزائر. عندك درهم اكثر من المغرب، روح دير ميناء في الجزائر اكثر من طنجة مال، دير دو فوا طنجة مال. ويعاودو يجو البواخر يجو عندك وترونسبوردمون يندار عندك. ما تجي انت زعما باش تعيق حركة هذا الميناء المغربي، دير نطق السلعة اللي تجي مثلا في بابوان نقول من البرازيل باش تعدي الجزائر ويحطوها في المغرب في طنجة مات، رانا ما قبلوهاش. لا تصرف صبياني، وهذيك يعني المعنى تاعو بالعربية الناس لي ما. ويقول لك انه هاد لا نوت البيان هذا اللي داروه، رفض اي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على اعادة الشحن العبور عبر المواني المغربية. يعني لما باخرة تجي توصل المغرب السلعة هذيك تشحنها في باخرة أخرى باش تروح الجزائر، ما قبلوهاش وما سنيوكمش. دونك يلزمكم تخبروا، شوف هذيك العقلية هذيك. يعني أنا باش نروح نجيب سلعة الإكواتور ولا من برازيل، من برازيل، من أي دولة تاع أمريكا اللاتينية، نقول لهم السلعة هذيك كي تبعثوها ما تعديش عن المغرب،
تعدي على اسبانيا او تعدي على فرنسا، ما كان متعديش على المغرب، تحطوهاش في المغرب ونعاودو نشحنوها في باخره اخرى باش تجي للجزائر، ما قبلوش. يقولوا هاد الناس هذوما واش راح يقولوا؟ يقولوا علاش المغرب اقرب لكم؟ واش راح نقول؟ لا حنا عديان والله نعلكم ونحسيكم يا ولاد الحرام، تبهدلوا فينا بارتو، ضحكوا في الناس علينا بارتو، والبرازيلي واش يفهم في الحكايه تاعك انت مع البوليزاريو والمغرب وهذه وهذه، واش يفهم فيها؟ تعود انت تقول له لا ما نحبش تعدي السلعه تاعي على يعني المغرب، بعثها لي على اسبانيا ولا على فرنسا ولا على البورت عسات ولا شفتوا تبهدل وين؟ لا هذه هاد النوت هذه تندارت في نفس اليوم تاع الاجتماع تاع مجلس الاعلى للامن، وين قال لك يتاسفوا لدوله عربيه شقيقه وكذا منا اللي راهي تخلط فيهم، يروح مع الدول العربيه هذه تاخذ مواقف تاخذ اجراءات، رايح مازالك تخلط في المغرب، يحشموا شويه يحشموا شويه، برك متخلط فيها هذا تخلط فيها ذاك، يا ولدي عودوا لرشدكم، راكم درتوا العيب مع الناس كامل، واللي ما درتش معاهم العيب يضحكوا عليكم، قسما بالله لقى الناس تضحك على الجزائر في كل مناسبه، ما بقاتش الجزائر خلاص الدوله اللي الناس يحترموها، الجزائر اللي عندها رصيد ثوري وعندها رصيد، ما بقاتش، وعلاش تتوصلونا ولا يضحكوا علينا الناس؟ النوت كيما هذه لما توصل عند متعامل اقتصادي برازيلي او ارجنتيني او من اي العالم، مثلا تجيب اللحم من ارجنتين، قال لا بالك تحطوا في طنجي، لا اذا تحطوا في اسبانيا ولا في، لا يقول لك علاش انا ما في البابر يروحوا ليه، لا ما نشريش عليك على خطرك تتعدي على المغرب، يقعد يضحك عليك. الله يقدر الخير بلادنا، هذا باش نقولوا الله يعجب بي رحمة الإنسان، فريمون ولاد حرام تاع الصح، هذا ولاد حرام تاع الصح، واللي وهنا يخرج فيها عينانية يحط لو ماروك، ما يحطش دولة عربية شقيقة، ما يحطش دولة عربية شقيقة، يخاف يذكرها كما قلنا البارح، أو اليوم يزيدوا في صحافة بودورو على أون يحطوها، على أون، هاي درك شوفوا هذه بعد الجينجل شوفوا كيفاش تروح.